السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من وزارة التربية. العطلة الربيعية تبدأ في بداية شهر شباط المقبل وتنتهي بمنتصف الشهر العام المقبل. سيشهد الانتهاء من تكييف المناهج الدراسية. وجهنا إدارات المدارس بالالتزام بالتوقيتات الخاصة للمناهج وعدم الضغط على الطلبة وإمكانية التنسيق مع الأنواء الجوية لتعطيل الدوام في أيام الأمطار. في حال ورد شكاوي للوزارة بخصوص زخم المادة العلمية للطالب أو تجاوزها ضمن المدة الزمنية، فستتم محاسبة إدارة المدارس. توضيح لهذا الخبر، طبعا وزارة التربية تقول العطلة الربيعية راح تبدي 1/2 وتنتهي 15/2، يعني أسبوعين العطلة الربيعية. تقول الوزارة هذا آخر عام من تقليص المناهج، يعني إن شاء الله العام اللي يجي ماكو أي تقليص للمناهج، يدرس الطالب الكتاب كله. التوضيح الآخر، تقول الوزارة وجهنا إدارات المدارس للالتزام بالتوقيتات الخاصة للمناهج، يعني عدم الضغط على الطلبة. مثلا إذا كملت المادة ما نصف السنة يعني يصير يراجعوها، يعني تراجعها مراجعة، لا تصير ضغط عليها أو تدخل مادة الكورس الثاني يجي عن القصد من عندهم. يعني إذا خلصتوا مادة نصف السنة لازم تراجعوها وما يصير ضغط على الطالب. وكذلك بالنسبة للعطلة مادة الأمطار، مثلا حسب المحافظ، مثلا إذا أمطار يعني أمطار قوية هيش نقول، لازم المحافظ يتم تعطيل الدوام. فهو هذا اللي يقصد وزارة التربية القرارات هسه نزل قبل قليل.